أهلا وسهلا بكم. كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن وقوع 275 حالة انتهاك للحريات الإعلامية تم رصدها خلال عام 2016. انتهاكات قال عنها التقرير أنها شملت العديد من الصحفيين أثناء تغطيتهم الإعلامية للحرب الدائرة في اليمن منذ قرابة عامين، وتوزعت هذه الانتهاكات بين حالات الاختطاف والإخفاء والتهديد والشروع بالقتل. نقف أمام هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف تتعامل المنظمات الحقوقية والراصدون مع التزايد الكبير في حجم الانتهاكات، وما هي وسائل الضغط التي تمتلكها لإيقافها؟ تمر الصحافة اليمنية بأسوأ مراحلها، وذلك حسب التقارير التي تصدر بشكل دائم عن واقعها الذي عاد ليتراجع أكثر من ذي قبل نتيجة الانتهاكات المتكررة وتقويض حرية العاملين في هذا المجال، وفي ظل بيئة إعلامية وصحفية غير آمنة واستمرار بقاء العوامل المهددة لحياة العاملين في هذا الحقل، يرى مراقبون أن مصير الصحافة سيتدهور أكثر ولن يتوقف عند هذا الحد. نتابع التقرير التالي للزميل محمد عبد المغني، ومن ثم نعود للبدء بالنقاش. 500 يوم مرت على الصحفيين وهم في المعتقلات، فترة ليست بالقصيرة قياسا بحجم التعذيب الذي يتعرضون له داخل السجون. حملات كثيرة أطلقت للمطالبة بالإفراج عنهم، لكن ذلك لم يغير شيئا حتى ولو من باب الكشف عن مصير البعض. وفي ظل هذه الانتهاكات ما زالت أسرة الصحفي عبد الخالق عمران تطلق نداءاتها المستغيثة حول حالة ابنهم الصحية التي تدهورت داخل السجون، في الوقت الذي يرفض فيه الحوثيون أن يقدموا له ولو أدنى حد من الخدمات الصحية. منظمات حقوقية أيضا تصدر تقاريرها بشكل شبه يومي عن الوقائع المرعبة لحجم الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة اليمنية منذ بداية الحرب. أما عن حجم الانتهاكات التي تتصاعد معدلاتها يوما بعد آخر، فقد كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن وقوع 275 حالة انتهاك للحريات الإعلامية تم رصدها خلال العام 2016. توزعت هذه الانتهاكات بين حالات قتل تعرض لها صحفيون أثناء تغطيتهم للأحداث الدائرة منذ ما يقارب عامين. وأوضح التقرير أن جل هذه الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة ومناطق أخرى. وبحسب التقرير فقد بلغ عدد الانتهاكات 168، يليها وقوع 41 انتهاكا من قبل الحكومة الشرعية. ناشطون ومنظمات كثيرة لا يزالون يصدرون تقاريرهم حول الانتهاكات الصحفية، ليبقى السؤال الأهم: متى تعود للصحافة اليمنية حريتها؟ إذن أهلا بكم من جديد، ونبدأ النقاش مع مع الأستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بك المشاهدين الكرام. أستاذ مصطفى، ما الذي تمثله هذه الأرقام التي أوردها مركزكم بالنسبة لمستقبل الحقوق والحريات في اليمن عموما؟ بكل تأكيد أن الأرقام التي مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حول الانتهاكات وهي تقريبا في حالة فقدنا الاتصال بالأستاذ مصطفى نصر رئيس مركز دراسات والإعلام الاقتصادي. كنا بدأنا معه النقاش حول الأرقام التي أصدروها في التقرير الأخير بالنسبة لمركز دراسات والإعلام الاقتصادي حول مستقبل وواقع الحريات والحقوق والصحافة بشكل عام. نحاول التواصل معه مرة أخرى. إذن ينضم إلينا من سويسرا نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم. أستاذ نبيل، إذا كنت تابعت ما أصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بداية تقييمك لما جاء في هذا التقرير بالنظر إلى واقع الصحافة اليوم. بالطبع تابعت ما أصدره مركز الإعلام الاقتصادي، وهو من المراكز المتخصصة في الجانب الإعلامي، وتقاريره دائما مميزة وأيضا يعني في أوقاتها وملتزمة.
بالنسبة لما جاء في التقرير، هو عرض الكثير من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين خلال العام الماضي، وبالتحديد عدد القتلى، يعني عندما 12 صحفيا قتلوا يعني خلال العام، هؤلاء هم الصحفيين والناشطين الإعلاميين الذين قتلوا خلال المرحلة يعني العام الماضي، 4 منهم في تعز و2 تقريبا في ذمار وفي صنعاء، وأيضا في عدد من المحافظات كحجة والجوف وشبوة أيضا 2. هذا رقم طبعا هو رقم مخيف جدا، ويرفع اليمن إلى صدارة الدول الأكثر خطورة على الصحفيين في العالم، إضافة إلى التقارير الدولية التي تحدثت يعني عنها في هذا السياق، مثل مراسلو بلا حدود، وأيضا يعني عندما وضعت جماعة الحوثي في المرتبة الثانية بعد جماعة داعش في الانتهاكات ضد الصحفيين، وقالت أن الاعتداءات يعني أخذت شكلا عنيفا ضد الصحفيين. أيضا الاتحاد الدولي للصحفيين يعني على مستوى العالم صنف اليمن هي الدولة الرابعة في عدد المختطفين والقتلى الصحفيين يعني على مستوى العالم، وهي تعتبر هذه طبعا من أيضا الدولة العاشرة في تدني الحريات الصحفية يعني في العالم، هي الدولة العاشرة. وفي هذا السياق كل المؤشرات تشدي يعني تقول أن الوضع الصحفي في اليمن ينهار يوما بعد آخر. الاعتقالات لا تزال مستمرة، آخرها زميل تيسير السامعي، وصلنا أمس معلومة بأنه تم نقله من دمنة خدير من قبل الميليشيات الحوثية إلى صنعاء، وهو الآن متواجد في صنعاء. هذه طبعا من الأشكاليات الكبيرة، هو ما زال الآن يعتبر مخفي قسريا، ما زلنا لا نعرف يعني في أي سجن الآن، في أي في الأمن السياسي أم في الأمن القومي وما إلى ذلك. في نفس السياق الزملاء 17 الذين ما زالوا مختطفين لدى الميليشيات منذ أكثر من سنة ونصف، ومنهم من هو أكثر كوحيد الصوفي 1 سنة و8 أشهر، هؤلاء يتعرضون للتعذيب بشكل ممنهج ودائم، خاصة 4 من الزملاء يعني عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وتوفيق المنصوري وصلاح القاعدي، هؤلاء يتعرضون للتعذيب بشكل دائم، بل أنهم يعتبروا أنهم من أخطر الصحفيين. وللأسف الشديد هناك من يتهمهم بالجاسوسية والارتزاق والعمالة، وتحت هذا المسمى يتم تعذيبهم، وأيضا أخذ اعترافات منهم بالقوة، عرضهم على الكلاب البوليسية، كثير من أدوات الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال هذا العام، يعني أمر مؤسف جدا. طيب نعود للتواصل مرة أخرى مع الأستاذ مصطفى نصر، رئيس مركز دراسات والإعلام الاقتصادي. أستاذ مصطفى أهلا بك من جديد. أهلا وسهلا بك والمشاهدين الكرام. طيب أستاذ مصطفى، كنت سألتك عن ما الذي تمثله الأرقام التي جاءت في التقرير بالنسبة لواقع الحريات والحقوق ومستقبلها في اليمن. بالنسبة للأرقام الكبيرة للانتهاكات التي تعرض لها الإعلاميين اليمنيين ونشطاء التواصل الاجتماعي خلال عام 2016، وهي بحدود 275 حالة انتهاك، كان من بينها 12 حالة قتل للصحفيين خلال العام. هذه مؤشر خطر على الوضع الذي باتت تكابده الصحافة اليمنية في اليمن. الصحفيين يواجهون حرب كبيرة وهم يؤدون واجبهم المهني من أجل نقل الحقيقة، سواء من أماكن الصراع أو من المدن التي ما زالت يعني لا يوجد فيها صراع. هناك حالة حرب مكتملة على الصحفيين، هناك تكميم للأفواه، حالات قتل، حالات اعتقالات، وأيضا هناك زملاء صحفيين مخفيين منذ أكثر من عام تنتهك كل حقوقهم. هناك يعني الحالات ال يعني بنسبة في محافظة صنعاء على أكثر من 118 حالة بنسبة 42%. هذه وأيضا هناك انتهاكات
في مورست في محافظة تعز وفي عدن وفي حضرموت وفي غيرها، وكل هذا يدل على أن فعلا الصحافة تواجه تحديات كبيرة في اليمن، لم تشهد مثل هذه الانتهاكات التي تعرضت لها منذ عامين، ويجب على كل المنظمات الدولية والمؤسسات أن تضغط باتجاه وقف هذه الانتهاكات وأيضا عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب. طيب أستاذ مصطفى، لماذا لا توجد حتى الآن آلية ربما حقيقية يعني لحماية الصحفيين من الانتهاكات المتكررة؟ أولا أن السلطات القائمة بعد اقتحام صنعاء من قبل جماعة الحوثي والتمدد إلى العديد من المحافظات، تم اعتقال العديد من الصحفيين ومداهمة، هناك سياسة ممنهجة لقمع الإعلام، وبالتالي حتى قدرات من يقفون ضد أو الحيلولة دون وقوع هذه الأعمال الانتهاكات ضد الصحفيين للأسف ضعيفة للغاية. حتى الأمم المتحدة أيضا لم تعطي موضوع الانتهاكات الحريات الإعلامية درجة من الاهتمام وأيضا من التركيز، بحيث أنها توضع ضمن الاشتراطات للمفاوضات السياسية التي جرت أو التي ستجري. هذه نقطة. النقطة طيب. هناك نعم أستاذ مصطفى، استأذنك فقط، نشرك معنا وكيل وزارة حقوق الإنسان أستاذ نبيل عبد الحفيظ ينضم لنا عبر الهاتف. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا أستاذ نبيل. إذا تقرير أخير صدر عن مركز دراسات والإعلام الاقتصادي يتحدث عن 275 حالة انتهاك للحريات الإعلامية، أنتم في وزارة حقوق الإنسان كيف تتعاملوا مع ما يظهر في هذه التقارير في موضوع ربما الحد والحفاظ على واقع الصحافة وحماية الصحفيين؟ بداية شكرا لكم، أشكرك وأشكر الزميل العزيز مصطفى نصر على هذا الجهد الرائع الذي ليس غريبا عليه، وعلى مركز الإعلام دراسات الإعلام الاقتصادي. هذه المنظمة التي تعد بالنسبة لنا واحدة من أهم المنظمات في الجانب الإعلامي مصداقية ومهنية. ثانيا بالنسبة لما تقوم به الوزارة، هي تقوم بعملية التواصل مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة التي لديها قدرات وإمكانيات جيدة في هذا المجال، وتقوم بتجميع كافة المعلومات من ثم تقدمها على هيئة التقارير إذا الأمم المتحدة، وتتواصل بالإضافة إلى ذلك مع الجهات المعنية ابتداء من وزارة الإعلام اليمنية ثم نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين. هؤلاء مع بعض جميعا كل ما نسعى إليه هو تكوين حملة ضاغطة للضغط من أجل الإفراج عن أخواننا الصحفيين الذين فعلا يعانوا معاناة شديدة كما ذكر الأستاذ العزيز نبيل السيدي. كل ذلك يأتي الآن في إطار هذه الحملات التي نقوم بها، ونضعها دائما حتى في طاولة المفاوضات مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ومع غيره من الجهات الدولية وعلى الدول الـ 18 الراعية لأي مفاوضات أو تسويات. طيب، قلت أنكم تتواصلوا مع المنظمات المجتمع المحلي، تستقوا منهم المعلومات ومن ثم تقوموا بعمل تقارير تقدموها للأمم المتحدة. كم عدد التقارير التي أصدرتموها خلال هذه الحرب وما الأبرز فيها؟ نحن تقدمنا بتقارير متعددة سواء عبر الوزارة بشكل مباشر أو بالتعاون مع تحالفات لمنظمات المجتمع المدني التي عملت بتواصل دائم مع الوزارة لتقديم تقارير دولية إلى المحافل الدولية في الأمم المتحدة وفي نيويورك وإلى الجهات التي نعتقد أنها ربما تكون ذات دور فاعل في هذا المجال. لنا في كل دولة من جولات اجتماعات مجلس حقوق الإنسان تقارير نقدمها، وعادة مجلس حقوق الإنسان يجتمع في شهر مارس وشهر سبتمبر من كل عام، ونحن نكون متواجدين وبقوه، والزملاء الاعزاء من الصحفيين وعلى راسهم الاستاذ نبيل والاستاذ مصطفى يعلمون ذلك ويكون لهم دور مشارك كبير في هذا الجانب.
أعود لضيفنا من سويسرا الأستاذ نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين. أستاذ نبيل، باعتقادك لماذا لا يتم تحريك ملف انتهاكات حقوق الصحفيين اليمنيين من قبل المنظمات الدولية ما دام كل هذه التقارير تصل إليهم؟ لابد من النظر إلى القضية الرئيسية اللي هي قضية اليمن. للأسف الشديد هناك تركيز على القضية بشكل عام، وأيضا ما يحدث في اليمن هو يدخل ضمن الصراعات الإقليمية والدولية ومصالح ومراكز القوى في هذا السياق، وبالتالي فإن التركيز على إحدى شرائح المجتمع في ظل انهيار تام لمؤسسات الدولة وفي أيضا لآلاف الضحايا الذين يتساقطون من قبل المدنيين، وهناك الكثير من الانتهاكات يعني ضد المدنيين وضد الشعب اليمني، وبالتالي كل هذه الجرائم يعني مجتمعة أصبحت يعني عبئا كبيرا على المجتمع الدولي، إضافة إلى تعنت الميليشيات وإزاء أي تعامل مع دولي إزاء العديد من القضايا. الأمم المتحدة طالبت بالإفراج الفوري عن الناشطين السياسيين وعن الصحفيين وأصحاب الرأي وضمن آليات كثيرة للمطالبة، يعني إذا لم يعني هذه الجماعة رفضت كل قرارات الأمم المتحدة بما يتعلق فيها بإيقاف الانقلاب وإعادة الدولة وما إلى ذلك، هذه الأشياء الكبيرة والمهمة فمن بالك بشريحة الصحفيين الذين يعتبرون أنهم رأس الحرب في مقاومتهم، كما قال عبد الملك الحوثي عندما دخلوا صنعاء بأن الصحفيين والإعلاميين والمثقفين هم الأكثر خطرا على جماعته من المقاتلين في الميدان، وبالتالي فإن الاتحاد الدولي في تلك الفترة حذر من استهداف الصحفيين واعتبر ذلك دعوة للقتل الصحفيين، وبالتالي فإن هذه الجزئية لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. هناك دعوة رسمية لقتل الصحفيين من قبل عبد الملك الحوثي. عندما دخلوا إلى صنعاء ما الذي فعلوه أولا؟ قصفوا التلفزيون حتى استولوا عليه، استولوا على إذاعة صنعاء واستولوا على وكالة سباء واستولوا على مؤسسات الثورة، هذه الوسائل وعلى صحيفة 26 سبتمبر وعلى أيضا التابعة للدفاع لوزارة الدفاع وعلى صحيفة الحارس التابعة لوزارة الداخلية، كان الهدف واضحا منذ البداية، يريدون السيطرة على وسائل الإعلام. للأسف الشديد الآن لم نعد نتحدث عن الإعلام ولم نعد نتحدث عن مطالبات بحرية الرأي والتعبير، نحن نطالب بحرية الحياة لزملائنا. صنعاء أصبحت مدينة فارغة من الصحفيين، الصحفيين نزحوا إما خارج اليمن وإما مشردون داخل اليمن. هناك أيضا نحن في نقابة الصحفيين تصلنا الكثير من البلاغات التي لا نستطيع الكشف عنها أو الإعلان عنها لأن الزملاء ما زالوا تحت سيطرة تلك الميليشيات. الانتهاكات طبعا كانت كبيرة جدا وسنعلن عن العديد من الانتهاكات، بل أن عددا من الزملاء تم اعتقالهم وتعذيبهم والإفراج عنهم ولم نستطع الإعلان حتى لا يعاد اعتقالهم وأيضا حتى لا تتضرر أسرهم. هناك الكثير من الجرائم التي لا تزال مخفية إزاء العمل الإعلامي في اليمن. شكرا جزيلا لك استاذ نبيل السيدي عضو مجلس نقابه الصحفيين، كنت معنا من سويسرا. اعود للاستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي من تعز. استاذ مصطفى نصر، بالنسبه للمنظمات الدوليه اين هي وهل هي فعلا قادره على ممارسه الضغوط على الاطراف المنتهكه لحريه الصحافه؟ نحن قلنا في هذا التقرير انه الصحفيين يعتبروا في اليمن من قبل جماعة الحوثي العدو رقم واحد، ولذلك وجدنا هذا التصاعد المخيف في الانتهاكات ضد الحرية الإعلامية وضد الصحفيين. للأسف الشديد المنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات دورها ضعيف حتى الآن، أيضا حتى الأمم المتحدة كما قلت لم تولي هذه القضية الاهتمام الكافي رغم وضوحها وثبوت هذه الحالات ورفضها بطريقة مهنية من قبل العديد من التقارير. نحن رصدنا 500 حالة انتهاك وهذا العام أكثر من 275 حالة انتهاك. كل هذه القضايا يفترض أنها تكون قضايا ذات أولوية
لدى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، لدى المنظمات الدولية المعنية بالحريات وحماية الصحفيين، لدى الأمم المتحدة بالدرجة الأولى. هذه يفترض أنها قضية واضحة وانتهاك واضح لا يسقط بالتقادم، وبالتالي يجب العمل على تفعيل هذا الملف والضغط على جماعة الحوثي وكل الأطراف التي تمارس انتهاك ضد الإعلاميين. هناك أيضا مسؤولية على المنظمات الدولية المعنية بدعم الإعلام في اليمن في هذه المرحلة. كثير من الصحفيين أيضا تم فصلهم، أيضا تم إيقاف المؤسسات الإعلامية الرسمية وحتى أيضا المستقلة وغيرها. هناك أيضا جهود يفترض أن تقوم بها المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة في تدريب الإعلاميين لحماية أنفسهم أثناء تغطية المعارك. لابد أن يكون هناك تأهيل وبناء قدرات في السلامة المهنية، وهذا يتحمل دورها كل المنظمات الداعمة للإعلام وسواء المحلية أو الدولية. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى. يعني أشكرك جزيلا أستاذ مصطفى نصر، رئيس مركز دراسة العلم الاقتصادي، كنت معنا من تعز. أعود للأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. أستاذ نبيل، بالنسبة للمنظمات الدولية، إلى أي حد هي قادرة أن تضغط على الأطراف المنتهكة لحقوق وحريات الصحافة والإعلام بشكل عام؟ دائما ما نتلقى بلاغات أو يعني تبلغنا الهيئات الدولية أنها طرحت المواضيع التي قدمناها لها للميليشيات الانقلابية في صنعاء، ودائما تضغط تحاول أن تضغط من أجل الإفراج عنهم، ولكنها دوما تعود بخيبة أمل وبعدم تجاوب من قبل هؤلاء، ودائما يطالبوننا بأننا يجب أن نواصل عملية الضغط وأن لا نيأس. نحن نقول دوما أن هؤلاء لا يفقهون أن ما يقومون به ستظل جرائم عالقة في رقابهم ولن تسقط بالتقادم، وستقدم إلى الجهات الوطنية والدولية للاقتصاص من كل من مارسوا هذه الانتهاكات، ولن نسكت ولن نقبل بكل ما جاءوا به من تصرفات. حتى بعض الادعاءات التي وضعوها حول أن بعض هؤلاء الصحفيين اتهموهم بتهم جاسوسية أو ما شابه، نحن نقول ما يجعلنا اليوم ما نتحدث عن كل الجرائم التي تصلنا كما أشار الأستاذ نبيل الأسيدي، فقط لأننا نخشى على بقية الأخوة الموجودين من الإعلاميين أو الناشطين الحقوقيين في صنعاء. طيب في دقيقة أستاذ نبيل، وسؤال أخير لو تكرمت أستاذ نبيل عبد الحفيظ، سؤال أخير لك عن نظرتك لمستقبل الصحافة خلال الفترة القادمة، خصوصا إذا استمر الوضع على ما هو عليه. أولا نحن نفخر بأن إخواننا الصحفيين والإعلاميين رغم كل ما حدث ظلوا صامدين وقاموا بمهام كبيرة في تغطية الانتهاكات و أيضا الصمود أمام كل هذه الاعتقالات والتعذيب وما حدث لهم. كانوا فعلا رأس حربة في مواجهة هذه الانتهاكات وهذه العقليات المتطرفة والمتخلفة. شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة محمد عبد المغني. كونوا بخير.